معي مبادرة بتعمل في مجال مختلف دي النهضة كده، لأنه معين الدولة ما بتسع واحدة هي متنفذ كثير جدا من المشاريع، فدي حاجة جميلة جدا في مجتمعنا السوداني ونشهد إنه تكون مستمرة بإذن الله تعالى. نعم، ونتمنى إنه يكون في اهتمام كبير جدا برضو من قبل الدولة بالشباب. الشباب أيقونة مهمة جدا في المجتمع وركيزة أساسية بتحتاج لأنه إحنا نسلط عليها الضوء ولو بسيط جدا. إحنا بنتواصل مع كل مشاهدينا في كل مكان، ورايك شو نمشي لجزيرة بيسوي في أبو حمد نشاهد هذا التقرير. عندما تتجه بك خط المسير شمالا ما بعد محلية بربر فاعلم أنك في أي من ديار آل رباط أو قل الرباطب. والرباطب كما هو معروف إحدى القبائل النيلية التي استقرت شمال ولاية نهر النيل ذات إرث وتأريخ ضارب الجذور. وعندما تطل عليك الشمس بهية الإشراق من خدر أمها فتأكد بأنها تشرق عليك من أرضهم. قليلة طيور تغريد في نخيل عبواديك رقي حليلة قومك يلا نمشي لا ومدر يا ومن بين قرى ومناطق قبيلة الرباطاب التي تتناثر كما اللآلئ والياقوت على نهر النيل العظيم في مساره العابر لمحلية أبو حمد شمالا ترقد وادعة الجزيرة بسوي أو كما يحلو لمغنيها ونديمها ودع عبد الباقي أن يسميها بعرجونة الشمال. الجزيرة بسوي التي كانت تتخذ لنفسها مرقدا وسط النيل ما بين مجراها الشرقي والغربي ما عادت الآن كذلك، فبحسب روايات الثقات من كبار أهلها تحولت بسوي للضفة الشرقية كمثيلاتها من القرى المجاورة لها كأم غدي وندي وغيرها، فأضحت بسوي قصة محيرة لجزيرة هاجرت النيل بأمر الصحراء. رمال الصحراء وأدت قصرا صورا لتفاصيل حياة كانت تمر وتموج بين الحركة والسكون في الجزيرة، ما يعني أن الزحف الصحراوي ابتلع البحر الشرقي وأجزاء من الجزيرة بسوي، فلا زالت الروايات تنسج عن بيوت ومساكن وسواقي وآثار قديمة اعتلتها كثبان الرمال. كغيرها من القرى والجذر بمحلية أبو حمد تمثل الزراعة الحرفة المتوارثة لأهل المنطقة، على الرغم من أن الجزيرة بسوي أفقدها الزحف الصحراوي عشرات الأفدنة التي كانت تحتضن أشجار النخيل وغيرها. تفاصيل صور الحياة الباقية بالجزيرة بسوي لا تحمل ثراء فاحشا في المكونات المادية للنسيج المعماري، فعلى أقل تقدير تغيب عن المشهد من بين المساكن المعالم والمرافق والمآذن، لكن ثراء جمال الطبيعة الباذخ ببديع الخمائل الخلاب الرائع سكب على النيل روعة وسحرا فاتنا جعل بسوي تحمل وجها آخر وصورة ثانية لغلاف كتابها. نهر النيل على بسوي لا يكاد يستقر مجراه على حال كما يبدو، فالكثير من الجذر استباحت حرمة تياره وحرية مساره، بل إنها سلبت منه سهولة الانسياب المتدفق نحو مصبه الموعود ومنتهاه المقصود في جنوب وادي النيل، لكن الطبيعة في المقابل منحته جذرا كما الجواري والحور الحسان، فاحتارت مفردات الشعر في الوصف عندما أجادوا نظم القريض بعيون لم ينعم الله عليها بالبصر. جلسات الأنس والسمر في بسوي لا تحتاج لأن يسدل الليل أستاره حتى تلتئم، فما بين ظلال الأصيل وأشجار النخيل يطيب المقيل، وتمثل البيوت الكبيرة للأسر محفلاً لتلك الملمات للرجال والنساء، فدفء الأهل المجلوب بالفطرة والمحنة يجعل التداخل والتواصل لا يتقيدان بحواجز ومتاريس أهل المدن. أما تراث الجزيرة بسوي فهو كما تراث قبيلة الرباطاب حافل بالقيم الأصيلة التي تعلم من الكرم والجود والصدق والشهامة والمروة والانتماء الصادق لتراب الوطن، بل إن أشعار وأغاني من يحتفون بهذه القيم تتسم بقوة المفردة ورصانة التعبير وعفوية وتلقائية الأداء.
الرزين الما فيه قول ذوي الاخلاق المفهورين يا رامي يبغي يابا مقدار وحول وطبيعا ما نال دول وين يا رامي منك طولنا طوال. على أي حال إن كانت عرجونة الشمال الجزيرة بسوي بقديمها أو جديدها لا تشكل إلا ملمحا من تاريخ وحياة بعض من ساكني محلية أبو حمد على النيل، إلا أنها تشاكل وتختزل حياة من هم فيها بتفاصيلها.